قالت هاني هشام طالبة بجماعة خاصة إن المشاركين في الحوار الوطني استمعوا إلى كل المقترحات والحلول التي قدمناها. وأضافت أن الطلاب يقومون بتنظيم قوافل طبية ويواجهون تحديات تتعلق بالتمويل والأطباء، لذلك يريد أن يكون هناك تواصل مع وزارتي الصحة والتضامن للدعم بالأطباء والأدوية. احنا نقدر نقدم كتير، الشباب هم طاقة، احنا عندنا افكار كتير، وفي اللجنة في الحوار الوطني هم سمعونا وسمعوا كل المقترحات والحاجات اللي احنا بنعملها، مستنيين من الحوار الوطني يقدم لنا حلول للتحديات اللي بتواجهنا. احنا مثلا النشاط الطلابي بتاعنا بيخدم مجال الصحة، احنا بنعمل قوافل طبية شاملة، بننزل في اماكن الاشد فقرا والاكثر احتياجا. على مدار 5 سنين عملنا 40 قافلة ساعدنا فيهم 24,000 حالة، فبس بتواجهنا تحديات زي التمويل، التصريحات، الدكاترة اللي تنزل معانا. فكان مثلا من التوصيات اللي دخلنا قلناها جوه ان عايزين مساعدة، يبقى في مجال التواصل بيننا وبين وزارة الصحة وزارة التضامن، لان هم طبعا اكتر الوزارات هتفيدنا باماكن الاشد فقرا الاكثر احتياجا وتدعمنا بالدكاترة والادوية وكل حاجة.